في إطار التنوع الكبير للأمراض المعدية، هناك العديد منها معروف كالسيدا، الإيدز، الملاريا، إيبولا، حيث يتم الحديث عنها في الإعلام، ولكن هناك بعض الأمراض الأخرى تم وضعها تحت علامة من قبل منظمة الصحة العالمية نسميها الأمراض المدارية المهملة. هذه هنا بعض الأسماء: مثقبيات الجزام، العمى النهري، هناك أيضا القرح تبرولي أو الرمل الجيبي. وهناك بعض هذه الأمراض تذكرنا بنفسها. بالنسبة للكثير من الناس ينظرون إلى هذه الأمراض كما لو كانت من حقبة غابرة. في إطار أهداف التنمية المستدامة والتي جاءت بعد الأهداف الإنمائية للألفية، من بين الأفكار الرئيسية تكمن في النضال من هذه الأمراض المدارية المهملة، أن عملية المكافحة هي تساهم في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إذا الهدف المتمثل بالصحة، ولا سيما الهدف الثالث والغاية 3.3 وبشكل دقيق الأمراض المدارية المهملة، إن هذه الأمراض لها تداعياتها وهي تتأثر بأشكال أخرى من التنمية المغطاة من قبل أهداف التنمية المستدامة. الهدف الأول الذي يقضي بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله وفي كل مكان في العالم، إن أهداف مكافحة الأمراض المدارية المهملة هي مهمة جدا فيما يتعلق بالتداعيات النفسية والبدنية، والتي من شأنها أن تؤثر على قدرة السكان في الإنتاج وبالتالي الوصول إلى الهدف الثامن. وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة لهدف أخرى كالهدف الثاني، القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتحسين التغذية، أو الهدف الرابع، ضمان التعليم الجيد للجميع، والهدف السادس، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع. الهدف الحادي عشر فيما يتعلق بالمدن، جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بالإضافة إلى أهداف أخرى. سأوضح لكم الآن بعض أوجه التفاعل بين الأهداف أو داخل الهدف نفسه، الهدف الثالث، فيما يتعلق بالأمراض المعدية ولا سيما بالأمراض المدارية المهملة على وجه التحديد. داخل هذا الهدف الثالث وداخل الغاية 3.3، إذا أردنا التحكم والقضاء على هذه الأمراض، أحيانا قد نقوم بإجراءات تؤدي إلى نتائج سلبية. الكل سمع ويتذكر المشاكل المتعلقة بمبيدات الآفات أو مبيدات الحشرات التي نجدها في أطباقنا. مثلا في هذه الحالة هناك حل، علينا أن نعرف ذلك ونعي ذلك، هناك آثار يمكن قياسها، وبالتالي نحن وحتى نقوم بالتحسين ونأخذها بعين الاعتبار علينا أن نعرف هذه الآثار ونستبقها، وعندما نستطيع أن ربما نفضل ونستحدث حلول بديلة محلية مستهدفة على وجه التحديد، ولكن أحيانا لا يكون أمامنا الخيار وبالتالي نستمر في استخدام هذه المبيدات آنذاك. ينبغي تقنينها وترشيدها مع علمنا بكل التداعيات الممكنة. مثال آخر عن التفاعلات الممكنة بين الأهداف، عندما نريد القضاء على عامل مسبب للأمراض يمكن أن يكون لذلك أثر سلبي على التنوع الحيوي. على سبيل المثال، إن الحشرات الحاملة تشارك في التوازن العام في السلسلة الغذائية، وبالتالي
إذا قمنا بالقضاء عليها، قضاء على هذه الحشرات، هذا يكون له أثر سلبي يصعب قياسه عادة. آنذاك الفكرة تكمن في تفضيل القضاء على هذه الحشرات محليا إذا كان ذلك ممكنا، أو ربما بالاكتفاء بمنع وصول هذا العامل المسبب للمرض إلى الإنسان، إما لهذا العامل أو الحامل، وبالتالي هكذا نستطيع حماية الإنسان دون التأثير على النظام البيئي برمته وعلى التوازنات الموجودة على أجل طويل. مثال آخر، سأحدثكم عن مثال ملموس فيما يتعلق بذبابة تسيتسي. هي تقوم بنقل مرض هذا، وهي في الواقع تقوم بنقل طفيلي يسمى بالمثقبيات، وهي تنقل إلى الإنسان لتسبب مرض النوم، وتنتقل أيضا إلى الحيوانات، وأنذاك نسميها بالمثقبيات الحيوانية. لنأخذ مثال أفريقيا، حيث هناك حضور لأداء المثقبيات الحيوانية بسبب ذباب التسيتسي، وبالتالي حتى لا تكون الأبقار مريضة، من أجل ضمان الأمن الغذائي وصحة الغذائية وأن يستفاد الفلاحون من إنتاجهم في هذه المنطقة من أفريقيا. ما يحدث هو أن هناك عدة سلالات من الأبقار، هناك سلالات مقاومة للمثقبيات، لداء المثقبيات، هذه هي موجودة على الشكل دون سنام، هي في الواقع قامت بتطوير مقاومة ضد هذا الداء من خلال حجمها الصغير وإنتاجها القليل. وهناك أيضا أبقار أخرى جاءت وجلبت مؤخرا إلى أفريقيا، هي أبقار بسنام، هي حساسة لهذا الداء، داء المثقبيات، هي تقاوم بصورة أقل. وما الذي يحدث؟ وأصلا نستطيع أن نراهن، وهذا ما حدث فعلا في الواقع، الفلاحون والمربون يتوجهون إلى استيراد سلالات أوروبية كسلالة الشاروليز التي نراها أمامنا من أجل زيادة إنتاج اللحم والحليب، ولكنها آنذاك وعندما تصل هذه الأبقار إلى تلك المناطق تتعرض لمشاكل مختلفة في الوقت نفسه. وإن قمنا بذلك نقوم قد قمنا بإهمال الثروات الوراثية المحلية. آنذاك علينا أن نأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأبعاد، وعندما نقوم باعتماد خطة للقضاء على هذه الأمراض، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الثروات الوراثية المحلية. فيما يتعلق الآن بالأمراض المعدية وتغير المناخ، هناك تفاعل آخر في هذا الهدف، نستمع دائما وربما يكون ذلك صحيحا، مع تغير المناخ سيكون هناك زيادة وطفرة في الحوامل وأمراض كبيرة جدا، ولكن هذا الأمر غير صحيح دائما. هناك أحيانا على العكس من ذلك، علينا أحيانا أن نستغل وأن ننتهز الفرصة المقدمة التي فرضت علينا والتي لم نخترها بسبب تغير المناخ، والتي تؤدي إلى تقويض بعض الموائل، وبالتالي هي ظروف غير ملائمة لهذه الحشرات التي ذكرناها. وهنذاك يجب أن ننتهز هذه الفرصة التي تم عرضها علينا من أجل وضع حد لهذا التهديد المتمثل بهذه الحشرات، وبالتالي علينا أن نضفي نوع من التوازن إلى كل ما يقال. هذا التفاعل ليس دائما في اتجاه واحد، يمكن الاستفادة من هذه التفاعلات من أجل التخلص من هذه الأمراض. لو طلبتم ولو سألتم مني لماذا ينبغي القضاء على هذه الأمراض المعدية، ولا سيما هذه الأمراض المدارية المهملة، سأقولها بصورة بسيطة وأساسية، لأن هذا حق إنساني. المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته. أما فيما يتعلق بالطابع الأساسي، هذا يستجيب لأحد أهداف التنمية المستدامة، ولكن نحن العلماء
وبعض الخبراء يقولون أن بعض هذه الأمراض هي يمكن مواجهتها، ونحن نستقيم بذلك لو كان ذلك بلدنا، وهذا ما قمنا به نحن هنا حيث قمنا بالقضاء على الملاريا في فرنسا، وهذا أمر أساسي حيث نسعى ألا تصبح هذه الأمراض تصبح تهديداً وتهديداً على الجميع. على سبيل المثال أمراض زيكا وإيبولا إلى آخره، حيث إذا قمنا بالقضاء عليها أينما تتفشى ودائماً تكون بعيدة عنا، إن لم نقم بذلك هي ستنتشر إلى عندنا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. شكراً. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Faisons-le tous ensemble. Merci.